أبكار اللي قايل مهجنات الأصايل والمسافة هي المقررة 5 كيلومتر. كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ سوف تكون بمشية الرحمن في تمام الساعة 2 من ظهيرة هذا اليوم. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب كالعادة مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تسيطر في مقدمة الشوط الاتحادية. تعود الملكية لسعيد بن العثب الخزاع العامري من يقدم لنا الاتحادية مع البداية. نقلة مباشرة مع المركز الثاني زعفرانة سلطان بن علي اليبهوني من يقدم لنا زعفرانة مع ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز مشاهدينا الكرام من تتقدم في ثالث المراكز حنشول المسلم بن سلمان بن عيد الهامل الشمري من يقدم لنا هذا الاسم. أما اللي في المركز الرابع غيرت مباشرة إلى المركز الثالث الهدة وهي من هدة على الصدارة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي تغير إلى ثالث المراكز. خامس المراكز من تصل مشاهدينا الكرام الذهيبة محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين من يضمر هذا الانطلاق مشاهدي الكرام ويتابع هذا الاسم في هذا المسار والانطلاق مشاهدين الكرام. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل الشانية مسفر من مبخوت بن سالم العجمي مع المركز السادس. أما اللي في المركز السابع وتصل حظ صالح بن حسين بن مانع العجمي. وفي ثامن المراكز مشاهدينا الكرام الشاهنية تعود المكية حمد بن سالم بن علي الفيدة المري من يقدم لنا هذا الاسم. التدخل ممتاز من علي سهيل بن علي بن سهيل اللي أبوني وصلت في هذه اللحظات. 10 المراكز مشاهدينا الكرام مزن عويضة من خميس بن عويضة المريخي من يقدم لنا مزنة. هكذا النداء مشاهدين الكرام لهذا الانطلاق ولهذا المسار. نعود حيث البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. نرى الصدارة نرى المقدمة الهدة الهدة انهدت مباشرة إلى مقدمة الشوط مع شوط الوداع والختام من يقدم الهدة. هنا سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم هذا الشعار ومقدمة الشوط الهدة الاتحادية مع المركز الثاني. تعود الملكية لسعيد بن العثب الخزاع العامري من يقدم لنا هذا الاسم. أهالي المصانع الجنوب ما يقدمون في هذا الشوط وينطلق هنا الاتحادية سعيد بن العثب الخزاع العامري من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الثالث أرى زعفرانة سلطان بن علي اليبهوني يقدم زعفرانة واصلة مع المركز الرابع. هنا الشاهنية مسفر من مبخوت بن سالم العقمي تغير من مركز إلى مركز. ومن الجانب الآخر هناك واجهة من حيث لا نعلم يا سلام أرى اللي هي مشاهدين الكرام علي سهيل بن علي اليبهوني تقدمت مباشرة إلى المركز الثالث. وصول من مذايل وصلت هنا محمد بن طالب بن سالم ألف هيده المري قدوم مع المركز السابع. تقدمت مشاهدين الكرام ملاذ راشد بن زايد بن راشد البحيح المري من يقدم لنا ملاذ وتغير من مركز إلى مركز. الوصول من صمت سعيد بن صغير بن علي بن الزرب العامري أول إذاعة لصمت بكل هدوء من أجل الفوز والناموس تغير من مركز إلى مركز. هكذا النداء مشاهدين الكرام شوط الختام شوط الوداع لهذا اليوم. من هنا سعيد الحظ بيختم هذا السباق لهذه الفترة الصباحية. نعود مع المقدمة نعود مع الهدة الهدة من هدة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم لنا الهدة عالية مع المركز الثاني سهيل بن علي بن سهيل اللي يبهوني يا سلام. ولكن الأسامي بدأت تظهر وصلت الشاهنية وصلت صمت الكل بدأ ينطلق من الملاك المشاركين الطمح الفوز والناموس يا سلام. وصلت ملاذ راشد بن زايد بن راشد البحيح المري ولكن نعود مع الهدة 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 ما سلمت المهمة
تبي الفوز والناموس انت دي سعيد بن مطالب بن محمد الرميثي. يا سلام ام لم يكن كلام. ثاني مع المركز الثاني، عالي مع المركز الثاني، ثالث المراكز ملاذ من تتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، ولكن الرقصوين مع البدايه ما شاء الله وتبارك الله غادرت، ولكن هنا ملاذ تتقدم. ملاذ ويا ملاذ الناموس. هنا مشاهدينا الكرام يا راشد بن زايد بن راشد البحيح المري دير البالي الهده الهده وملاذ وعالي مع المركز الثالث شوط الختام، ولا تسلم المهمه ما ترضى الا بالفوز الهده من هده للناموس ان لم يكن كلام. ثاني مع ملاذ الرقص هنا عالي تقدمت صمت واصله، ولكن نعود مع الهده بالفعل انهدت للناموس ما سلمت المهمه الهده. تهانينا والناموس لك يا رميذي، اسعدت صباحا مع شوط الختام. السلامات لاهل السمحه اهالي ند الشباء على هذا الفوز والابداع والانتصار. سعيد بن مطالب بن محمد الرميثي من قدم الهده المركز الثاني من وصلة مشاهدينا الكرام. ملاذ راشد بن زايد راشد بحيح المري المركز الثالث كان من نصيب عالي للسهيل بن علي بن السهيل اليبهوني. رابع المراكز وصلت صمت راس سعيد بن صغير بن علي بن زب العامري. خامس المراكز تم عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد القمزي. مشاهدينا الكرام يقدم لنا تم عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. هكذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس الهده قاطع المسافه في زمن وقدر مهدي سعيد بن مطر الرميثي هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام 7 دقائق التوقيت الزمني، 7 دقائق 50 ثانيتين من الثانيه. تهانينا والناموس تهاني لسعيد بن مطالب بن محمد الرميثي 7 دقائق 50 ثانية وجزئين من الثانية. تهاني والناموس 7 دقائق 51 ثانية وجزئين من الثانية. من احتلت المركز الثاني ملاذ راشد بن زيد بن راشد البحيح المري على هذا الفوز والانتصار. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام 7 دقائق التوقيت الزمني ننتظر وصول المركز الثالث 7 دقائق 52 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عالي سهيل بن علي بن سهيل اليبهوني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.